هل تسببت مريم حسين في دخول الجسمي إلى السجن؟ شاهد التفاصيل. انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء عن إلقاء القبض على الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي على خلفية أزمته مع الفنانة مريم حسين. وبالرغم من تداول هذا الخبر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن الجسمي لم يكشف حقيقة دخوله للسجن، كونه اختفى منذ 4 أيام عن كل حساباته على مواقع التواصل، الأمر الذي زاد الشكوك حول احتمالية تواجده بالسجن. من جهتها نشرت مريم حسين عبر ستوري حسابها على الانستغرام تدوينة قالت فيها: الحمد لله على نعمة القانون بالإمارات. يذكر أن الفنانة مريم حسين كانت قد نشرت قبل أيام عبر حسابها على تطبيق سناب شات مقطع فيديو ظهرت فيها وهي تجهش بالبكاء، وذلك بسبب شقيق الفنان الإماراتي حسين الجسمي الإعلامي صالح الجسمي. وقالت مريم حسين في تلك الفيديوهات: إن صالح الجسمي يتربص بها، ونشدت الجهات المسؤولة بالإمارات للتدخل حتى يكف عن مضايقتها. وقالت مريم حسين في الفيديو: أستاذ صالح الجسمي، ماذا تريد مني؟ ابتعد عني أرجوك، كف عن مضايقتي، ماذا تريد مني؟ وضعت سجادة الصلاة، قلت حرام، لم أضعها، قلت حرام. تجدر الإشارة إلى أن أزمة الجسمي ومريم حسين اندلعت السنة الماضية بعد قيام مريم حسين بنشر فيديو تظهر فيه وهي ترقص مع أحد مغني الراب، الأمر الذي دفع صالح الجسمي إلى وصف تلك الفيديوهات بالإباحية. في فيديو جديد نشرت مجلة فرنسية عن إصابة جاد المالح بفيروس كورونا. نشرت مجلة فرنسية خبرا حصريا عن إصابة جاد المالح بكورونا، وذلك بعد خضوعه للعلاج المكثف بالمستشفى. ونشر هذا الخبر كذلك موقع إلكتروني على الإنستغرام، حيث نشر صورة المجلة مع صور جاد المالح معلقا عليها بالقول: حسب هذه المجلة الفرنسية الشهيرة التي أنزلت عددها اليوم، جاد المالح أمضى أصعب يومين بالمستشفى بعد أن أصيب بفيروس كورونا، حيث بدت عليه أعراضها من قبل مثل الكحة وارتفاع درجة الحرارة وأيضا آلام المفاصل، كما تمنوا له الشفاء العاجل في أقرب وقت. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في قناتنا كوكب الفن.